قلتي دابا وقيتي وشتي راسك كيفاش كنت تهضر، هتلقى بانك تسقط فينا بشي حوايج ماشي قانونيه، فنبهتينا تذكر ما بغينا تحكم في الخطا. الله يجازيك بخير، حنا اللي درنا حنا درناها، كان فيه شي خطا سناخذ راي من عند السلطه الراسيه، من عند الناس ديال العدل، لان هاد الناس ماشي اول مره غادي دير هاد المعاينه، وماشي غير نفاس جماعات كثيره في المغرب هادشي ديال المعاينه ديال الاقاله ياك سيدي. ودارت حنا في الجلسه السابقه هذه 3 شهور مع اخوان اخوات، اللي هذه يومين جاتنا مقال افتتاحي من المحكمه الاداريه، هم مشاو للمحكمه الاداريه وحنا جاتنا تذكر كاسدي هاد الناس اش يقولوا هاد المستشارين، هاد القرار ولا هاد الشيء اللي خديتو جاوبونا عليه، دونك حنا تنجاوبو وحنا بحال قلنا العداله وطن الجميع. اذا ماشي في هاد الجلسه غادي ناخذوا الحق، ولكن ناخذوا بشي تغليف ديال المداخله اللي قلتي قبيله ودخلتي فيها شي حويجات اللي حنايا تنقول ما نقول بلا سحب ولا حتى شي حاجه، تجاوزنا هاد الشيء، لان انت من فاعل ولكن عندك الحق باش نقول لك لا واش نبقاو نديرو الثنائيه هنا ولا شنو وصافي عندك هكذا وشتي يا سي يوسف. شوف دابا جاوبنا كيف باش نفتحوا الراي العام، دابا ما عندك مسؤول ودابا ما عندك، انا قلت شي حاجه خايبه خارج الاطار وصافي. ودابا علاش واخد الكلمه دابا؟ واش دابا اللي بغا يوقف ياخد الكلمه يبقى يوقف هكا يهضر ولا شنو؟ لا واش دابا شنو بغيتي دابا دير؟ انا ماشي تنتمش مني شي حاجه، اللي واجب نعطيه لخويا. وصافي اذا ويلا لا راك هضرتي راك هضرتي راك هضرتي اشو لا واش من قبل واش باغي تقول؟ الله يرضي عليك يا يوسف، راك هضرتي، شنو هضرتي؟ شنو تقول؟ لا، أسيدي دابا أنت بغيتي، دابا بغيتي تاخذ باش تفيد المجلس ياك، تا واحد ماشي، تا واحد ما عنده لا التصويت، تا واحد. لا سيدي واش نعطيك دير الفوضى؟ واش دير الفوضى؟ واش بغيتي تبقى دير الفوضى؟ واش بغيتو الفوضى لهذا المجلس؟ بغيتو تدوزو غير الفوضى والسينما؟ ايوا سيدي ما تنكرش راسي، انت اللي حرام عليك يا ودي الله يهديك يا ودي. واجلس دابا واخر شي بس ما كان، ايوا لو بغيتي تكون مستشار عم قبل وانت تتهضر هادشي يا ودي شنو تصوت النظام داكشي اللي عندك كنجلسي واخا جلس جلس وغادي نعطيك تصوت النظام. اخواتي اخواني اعضاء المجلس الموقع اعرض عليكم وللتصويت وحتى يكون القرار للمجلس باش نخرجوا من هذه المزايدات. أقترح على المجلس الموقع أن المادة 17 قد مرت في الجلسة الأولى للدورة مايو، وأنه لا تحتاج لتداول، وبالتالي هاد الدورة دابا ديال المجلس ديالنا هاد الجلسة الثانية في الدورة غادي ندرسو فيها النقطة 3 والنقطة 4. أعرض هذا النقطة على التصويت، ولكن بغيتي الديمقراطية دير
ما تتخرج غتبدا تقول بكلام خايب هذا باش هو غير كاونطوا اضبط راسك اضبط راسك غير اضبط راسك اضبط راسك واضبط راسك واضبط راسك دابا دابا انا دابا بغيت ندير التوضيح واحد اسمع عندي متبادل دابا متبادل متبادل اشي اشي وسيوس الله يجزيك بخير على الاستاذ المحامي ديالنا الله يرضيك كاع جلس جلس دابا شنو قلتي دابا وسيدي اسمح لي مستشار واخا مستشار محامي مال شرف لينا يكون عندنا المحامي ويكون عندنا يلا دابا شنو قلتي دابا يوسف يوسف شنو قلتي دابا شنو قال الاخوان وبلاتي لا وبلاتي وقلس دابا الاخوان انا غير ما بغيتش باش نخليو هاد لا طونسيون طالعه غير تنجاوبو بلاتي احسن وتنحترمو المستشارات والمستشارين المجلس كامل والحضور اللي متبعناه دابا انت اخر ما قلتي غادي تبين المجلس الاعذار اللي قدموها الاخوان واش مقبوله اي بلاتي واخا بغيت نعاود داكشي اللي قلتي دابا المادة اش تقول الخوت تقول ملي تيكونوا الاعضاء تنجيو لا بلاتي تنجي تنعرض هاد الاعضاء على المجلس باش نقبلوا واش هاد الناس عندهم العضو هاد العضو اللي قدموا واش نقبلوا ولا ما نقبلوش ياك هادشي اللي كاين لا ياك هادشي اللي كاين هادشي سيدي انا تنقول لك المصلحه ديالنا ود الجامعه ما توصلها حتى بشي عضو اش غادي نجي نقول للمجلس لا توصلات هذا كاين المسائل هذا باش نتفاهموا انا تنقول كان توصلنا غادي نجيبها لكم حنا ما توصلنا حتى بشي عضو اذا ها انت ها هي وصلت الحقيقه انا ما عندي حتى شي عضو الشيخ ما عنديش حتى شي عضو وا سيدي الا كنا دابا تهمتينا بالكذب انا تنقول لك كاين مجالات اخرى كنا غادي نعطيو هذا الشيء اذا سيدي حنا هذه الماده 17 نصيب الرئيس للتوضيح بان كتابه المجلس لم تتوصل باي نصيب الرئيس لم تتوصل كتابه المجلس لا لم احنا اكتمتينا تحنا لا احنا اللي كنتوصلوا اسمح لنا احنا اللي كنتوصلوا انتي واش تامتينا لا تامتينا يا تامتي ما تامتينا لا تامتينا الشعبنا اكيد سبت رجيس نجيب انجيب اسيد كاتب وخا الرئيس هو الذي يمثل المجلس واجلس ياك الرئيس الذي يمثل المجلس وانت عضو في المجلس ياك فرا يوسف ياك تقول الرئيس هو الذي يمثل المجلس باسم المجلس وانا والسلطه التنفيذيه ديال المجلس باسم المجلس وانت عضو في المجلس اقول انه ندوز النقطه 3 للمناقشه والتزم يلا سيدي النقطه 3 لا ما غادي نقاش معاكم باش ندير لنا السينما واعطي الكلمه ما غادي نهضر حتى واحد اسيدي كلشي باغي يزيد لا نخليو هذا باش يهضر واسيدي هضر اسيدي انا غندوز نقطه 3 النقطه 3 إذا مازال لحدود ساعة لم يتم التصويت على القرار ديال إقالة شباط وزوجته ومجموعة من المستشارات لحدود ساعة مازال لم يتم التصويت بعد فاحنا دائما معكم في تغطية مباشرة للوقوف على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بهذه الجلسة الثانية ديال دورة ماي أكيد بجامعة إذا غيمروا لمناقشة النقطة رقم 3 كانوا للتذكير 17 نقطة في جدول الأعمال ديال الدورة الان غادي يمروا لمناقشه نقطه 3 ومازال النقطه 17 ديال اقاله بعض المستشارات والمستشارين مازال ما صوتوش عليها لان كما كتشاهدوا فيها نقاش كبير كما كتشاهدوا اعضاء من المعارضه تعارض القرار ديال الاقاله كما كتشاهدوا بغيتو توقفوا هاد الدوره قفوها اللي بغيتو ديروا انا سيدي انا تنقول لك يلا تفضل اعطي لهاد السي
سير تجلس وقف المدينة حتى تشوف هذه المدينة بعدا كاع. يلا تفضل يا أستاذ. هذا أيه إذا كان عاون بكر لم يتم المسابقة بعد زي ما صوتوش على القرار بإقالة المستشارات والمستشارين هنا على مستوى جامعة فاس. إذا العمدة بغى يمر للنقطة 3 من جدول الأعمال. كانوا غادي يصوتوا على النقطة رقم 17 اللي فيها الإقالة للمستشارات، فكان التدخل ديال المعارضة بشكل قوي فخلى هذه النقطة لم يتم بعد التصويت عليها ومر للنقطة رقم 3. دابا الآن كنشوفوا التدخل ديال محمد خي عضو من المعارضة والمستشارين في المعارضة أكيد. شو شتايقولوا؟ قلتوا بعدا جلسوا جلسوا جلس بعدا جلس ضبطوا بعدا غير اللي معك في الفائق غير اللي في الفائق ضبطوا. أنا بغيت ندوز واحد الحاجة والله ضبطوا والله صافي ضبطوا يلا تفاهم معاه تفاهم يلا يلا هات تفاهم معاه وجلس. مني خديت الكلمة الأستاذ وقلت بين نتشاور مع معرض على المجلس شنو هي؟ قلتي باش نخليو الدوغة تدوز على خير وبخير. أنا قلت معاك ولكن واش تقد ضبط واحد الحاجة نعطيو السي يوسف الفلالي دخل بوحدو ما تطلبوش مداخلة نتوما من بعد مني لأنه ملي نعطيها له أنا عارف شنو ندير. من غادي ياخذها فوق يوسف غادي يجي علي غادي يجي خيي غادي يجي فلان وفلان ياخذ المداخلة وبقينا هنا حتى الصلاة الدمر ليا ها هو ايوا راه ضبطو. هادشي علاش انا ما بغيتش نعطي الفوق ليوسف لان موراه واحد المداخلات اللي شفناها ذاك النهار شفناها المداخلات ذاك النهار ها حنا صدقنا وا ضبطو ها هو قال لك انا عرفت ايوا شتا استاذ هاك انت لا تتفكر بالتي احسن راه معاك واحد ما تيفكرش هكا انت تنحترمك لانك تتفكر بمصلحه المجلس. شو شبعتي انت مني انت هاوتي انت درتي الاخر تيقول لك تتزول وقفت المدينه هادو اشعاعات تيدوزوها هاد الاخوان والاخوات اللي راهم مصنفين راسهم واحد الصف تيتهمونا بهذا الشيء هذا وحنا الحقيقه غادي تبان في الارض في القرار مع المواطنين. اذا دابا درتي مداخله استاذ قلتي نعطيو السي يوسف قلت لك واش تعطيني ياخذ المداخله بوحدو وندوزو النقطه 3 تبغي يلا ها هو يلا ها هو ضبط لي هاد الناس ها ضبطهم راه ما يمكنش الحبيب ديالي انا عارف عارف نعطيك السي يوسف غادي يتبعونا ناس اخرين اللي عاوتاني غادي يقولوا نفس الاراء اللي قالوا ذاك النهار. اذا ماذا سيستفيد به هاد الناس هاد المجلس الموقع والساكنه اللي تنتظرنا حنا تنتظروا باش ندوزوا الصفقه باش ندوزوا بصفه التحملات ديال النظافه اللي غتهز النظافه ديال المدينه كلها ودابا تتقلبوا لي انتم نديروا مداخله على واحد الاقاله ولا معاينه اقاله راه غير معقول وغير منطقي دوزوا لنا الماء هو معقول. دابا تندوزوا للنقطه الثالثه للمصادقه عليها لماذا؟ لان التداول عليها قد مر في الجلسه السابقه. اذا النقطه 3 ديال انه التزموا وصوتوا على التدبير المفوض لهذا القطاع العمومي ديال النظافه المصوتون بنعم. اذا الان يتم التصويت على تدبير مفوض القطاع العمومي للنظافه احسب اسي نقطه 3 من طبيعه مصوتو بالعام 37. إذا هذا التصويت على النقطة ديال النظافة، التدبير المفوض لقطاع النظافة العموم الطبيعي. ليس القرار ديال الإقالة، هذا التصويت على النظافة الناس عاد تحقوا بها. قسما بالله العظيم بلا بالواحد بالواحد محسوب المصوتون بلا المصوتون بلا واحد الممتنعون الممتنعون
الممتلئ 14. إذا التصويت الممتلئ 14 على قطاع النظافة تستبدل المفوضة قطاع النظافة. كنعاود نذكر لن يتم التصويت بعد على نقطة الإقالة من 10 المستشارين الغائبين. بنعم صافي و 14 ممتنعون كاينه المعارضون واحد مزيان. اذا نمو الى النقطه رقم 4 اللي فيها المصادقه على دفتر التحملات والذي تم التداول فيه، والان نمو الى التصويت عليه. المصوتون بنعم. اذا هنا المصادقه على دفتر التحملات نقطه 4 من جدول اعمال دورة الجامعة. مصوتون بنعم 37. الممتنعون. وبهذا يكون قد انتهينا من أشهر الدورة العادية لنداء الماي، وأطلب من السيد الكاتب تلاوة بقية المرفوعة إلى السلطة العالية صاحب الجلالة صلى بقية ولاء وإخلاص ووفاء مرفوعة إلى السلطة العالية بالله حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وإياه بنصره. بمناسبة اختتام مجلس جامعة فاس لأشهر الدورة العادية لشهر ماي 2024 يوم الجمعة 1 ذي القعدة 1445 هجرية الموافق 10 ماي 2024 ميلادية، وتشرف محيط بجلالكم الشريف عسلام البقالي رئيس مجلس جامعة فاس أصالة عن نفسه ونيابة عن كل أعضاء مجلس الجامعة أن يعرب لمقامكم العالي بالله عن آيات الولاء والوفاء والإخلاص. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وجعل النصر والتوفيق حليفكم، ومتعكم بدوام الصحة وموفور العافية، وجعلكم ذخرا وسندا للأمة المغربية وقائدا لمسيرتها التنموية وضامنا لوحدتها وأمنها واستقرارها. داعين الله عز وجل أن ينعم على جلالتكم بموفور الصحة والعافية، ويقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير الجليل الأميرة خديجة، وشد أظهركم بسلوكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وكل أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه السميع المجيب. والسلام على مقامكم العالي لنا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحر الأبتدائس يوم الجمعة 1 القعدة 1445 هجرية الموافق 10 ماي 2024 ميلادية. حديثكم جاء 10